بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش الأخ الأمين العام المحترم، أخو الأساتذة المحترمون، السادة الحضور، تحية لكم جميعا. في البداية أريد أن طبعا قال الدكتور أنا أستاذ فقط، وكنت رئيسا للجنة الخارجية بالبرلمان المغربي سابقا حتى لا يقع الالتباس حين في التقديم. أريد في البداية أن أشير إلى ثلاثة أمور. الأولى أننا في هذا أنا ابن العدالة والتنمية وتدرجت فيه، ويعني هذا التدرج فيه كانت القضية الوطنية حاضرة دائما في جميع الأنشطة المجالية للحزب، وراكمنا خلال هذا التاريخ يعني معرفة نزعم أنها مهمة في معرفتنا بالقضية ونتوءاتها وتضاريسها. النقاط الثلاث التي أردت الإشارة إليها في بداية كلمتي هي الأستاذ عبد الله العروي في كتاب له لاجيري لساغا ماروكان أشار إشارة مهمة، قال لنفترض أنه لو أن لأن تقسيم المغرب تم في مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906، لو أن المغرب يعني سميته قام بعملية اعتماد مؤتمر دولي لحل قضيته لعدنا إلى ما كان عليه الوضع قبل الأمر. إذن ولن تكون هناك لا جزائر ولا بوليساريو ولا أي شيء، سنعود إلى ما كان عليه الوضع من قبل، يعني دولة بسيادة مع تفويض فطري كما تسميه ميشيل غوسي في كتابة ديالو، تفويض فطري للقبائل تسير أمورها، وهو الحكم الذاتي بصيغة معاصرة اللي فيها يعني سميتو الأمور دوك لي تخوا زورغان المعروفين اللي تيكونوا المقترح المغربي تاع الحكم الذاتي. النقطة الثانية أشار الأستاذ نور الدين إفني والصحراء، يعني في ذاك عندما طلب من إسبانيا أن تقوم بعملية تقرير المصير في هذه المناطق على اعتبار أنها مناطق غير ممتعة بتقرير المصير. ماشي غير هذه الإشارة هذه في ذاك الطلب، هناك إشارة ثانية قالوا عبر المفاوضات، ما كاين لا استفتاء ولا أي شيء من هذا القبيل، ولكن في القرار الذي سيأتي بعد ذلك بثلاث سنوات غادي تثار هذه المسألة هذه القضية تاع الاستفتاء الذي استحال طبعا بسبب التشبت نتاع الخصوم بلائحة موروثة عن الاستعمار. لاحظوا واحد المفارقة عجيبة، الجزائر تتشبت بالحدود الموروثة عن الاستعمار، وهي التي قدمت شحال الشهداء، شحال تيقولوا مليون ونص شهيد، واخا الله يرحم الشهداء، وتتشبت بالحدود نتاع الاستعمار، والبوليساريو تشبت باللائحه نتاع اسبانيا الاحصان تاع 1974. عجيب ان يتم التشبت، نتحدث عن النهار ونفر منه. اما بالنسبه للموضوع الذي كلفت به وهو يعني سميته المتعلق بالدبلوماسيه البرلمانيه، الصحراء والدبلوماسيه البرلمانيه في ظل المقترح حكم الذاتي، انطلق من شيء مهم وهو الخطاب الملكي الأخير. وقمت بعد ثلاث خطب ملكية في البرلمان، ولعلني لو بحثت عن خطب قبلها لوجدت أن الملك أشار دائما إلى دور أن هذه القضية يجب أن تقطع مع الاتكالية. الاتكالية أي هما تنقولوا بيناتنا هذاك الشيء شغل مالي صافي، خلي الامور راه الناس قاده في غرز. الملك في خطاباته اكد ان هذا الامر يجب ان تقع فيه تعبئه شامله، وان ماشي غير تعبئه شامله، وان يتم التسلح بروح المبادره. ولعلني ادعي ان الخطاب الاخير كان الاصبع في لا بوينت دو دوا فيما تقول الفرنسيين البرلمان بشكل خاص، وتحدث عن الكفاءه، اعتماد الكفاءه وليس شيئا اخر، ماشي منطق امولانوبه اللي هو سائد للأسف في البرلمان، مزيان نقول الأسماء الأشياء بمسمياتها. تجاوز هذا القصور يسائل في تقدير الهيئات السياسية والأنظمة الانتخابية، ويسائل في العمق العملية الديمقراطية برمتها، ما هي أسباب العقم في إنتاج نخب ذات كفاءة يعني تمكن من التعاطي مع القضية بشكل علمي كما هو مثبت في عنوان هذه الندوة.
الدبلوماسية البرلمانية طبعا هي الممارسة المتجهة إلى العلاقات الخارجية كبحال بحال الدبلوماسية الرسمية، ولكن يعني لا يقع فيها التطابق الكلي والتماهي الكلي لأن لكل موقعه الخاص. طبعا تتم عبر تنذكر الإخوان بهذه الأمور لأنها كاينة في القانون الداخلي للبرلمان، إما عبر تعاون ثنائي أو متعدد الأطراف يعني برلمانات دولية جهوية أو قارية، عبر الشعب الوطنية أو مجموعات الصداقة، عبر المنتديات. هي دبلوماسية تعمل على الدفاع عن المصالح العليا للوطن كمثيلتها الخارجية الرسمية ومسيجة باش بالتوجيهات الدستورية والسياسية. ما هي مجالات الدينامية الدبلوماسية البرلمانية؟ هنا يعني سنفاجأ الفرص الضائعة في البرلمان، اتساع المجالات، مدى شاسع من الفرص السانحة للدفاع وخلق المبادرات الملائمة لخلق الجذب والاقتناع والإقناع بعدالة قضيتنا ووجاهة الطرح المغربي الحكم الذاتي. الشعب الوطنية تضم، حسبوا معايا الإخوان، الشعب الوطنية تضم 18 برلمان ما بين شبكة برلمانية، اتحاد برلمانات، جمعية برلمانية، فرع برلماني، لجنة برلمانية. مجموعات الصداقة شحال فيها؟ 148 دولة. هذه مجموعات الصداقة يتم التعاطي معها، ما رمشي مهمة هذه كذا إلى آخره، بمعنى ليست هناك خطة ناظمة يعني يتم جمع فيها المعطيات الأساسية لتحريك وتفعيل هذه المجموعات. 42 مجموعة صداقة في أوروبا، 40 في إفريقيا، 17 في الدول العربية، 23 في آسيا والأوقيانوس، في الدول الأمريكية 26. رئاسة هذه المجموعات تخضع للتمثيلية النسبية. ثم هناك المنتديات، مثلا عندنا جوج المنتديات كبار، المنتدى المغربي الإسباني والمنتدى الفرنسي المغربي. ثم أنشطة اللجان، اللجنة الخارجية وباقي اللجان، ثم يعني مع السفارات والوفود. الآن بعد ذلك تحدثت عن المحاذير. الهيئات مطالبة في البرلمان بانتقاء أجود مناضليها من ذوي الكفاءة والأمانة إذا توفروا، لأن اشتغال البرلماني هو ذو طبيعة وطنية ومنفتحة على الخارج. في المادة 303 من القانون الداخلي المتعلقة بتكوين هذه المجموعات مثلا، ثلاث توجيهات: اعتماد التمثيل النسبي، الحرص على المناصفة في رئاسة المجموعات، مراعاة معيار إتقان اللغات. هذو هما ثلاثة المعايير المديورين. التوجيه الثالث في تقديري ومن خلال التجربة المتواضعة يجب أن يشمل الكفايات التالية: الكفاية اللغوية والمعرفية والتواصلية والقانونية. وأرى أنه يجب إضافة معيار تمكن من ملف القضية الوطنية. تقدم هذه المجموعات برامجها للمكتب الذي من واجبه النظر فيها، وليس فقط التوصل بها في حدود علمي. ما كانش تيتم يعني سميتو التفاعل مع ديك مجموعات الصداقة اللي حطات البرامج ديالها باش يتم التنزيل ديالها. وكيف دائما كاين تعلل، اما بمحدودية الموارد المالية او التعلل بان سميتو هناك اولويات يجب الاخذ بها، في حين يمكننا ان نفعلها جميعا، بدليل ان في فترة كورونا ليس شرطا ان يتم السفر الى الدول التي فيها مجموعات الصداقة كي نلتقي في بلدهم ويأتوا. يمكن أن نتواصل عبر الوسيلة الرقمية، وهي الوسيلة التي اعتمدت في أيام كورونا. ثم هناك شرط آخر: أن لا يقل في نظري تواصلها السنوي مع مثيلاتها عن لقاءين بتقارير متابعة إلى آخره، وأن يتم إبداع سياق تداول ملائم لبسط الحل المغربي لنزاع الصحراء. بمعنى كل مجموعة أو هيئة أو تمثيلية من تمثيليات يجب أن تبدع السياقات الملائمة للمشاركة الفعالة في حضور المؤتمرات والمنتديات عبر الإعداد القبلي الجيد، لأن ذلك يخلق جاذبية تجاه النائب لتمثيل البلاد، ويخلق فرص ما أسميه وهو مهم دبلوماسية الرداهات، دبلوماسية دي كولوار. من تنكملوا من اللقاء مثلا في لا بي اف لاسومبلي بارلمونتير فرانكوفون، تخرج تتلقى البرلمانيين والبرلمانيات، تلك العلاقات تماك يمكن يعني الانسان يمرر الخطاب ديالو فيما يتعلق بالقضيه الوطنيه، وهي الفرص السانحه كثيرا، لان احيانا
النقاش داخل لي كوميسيون بوليتيك ولا داك دو كوبيراسيون داكشي تيكون محدود، ما تتمكنش انك تقول فيه كل شيء، واحيانا تيخصك ترد البال، لان الدبلوماسيه البرلمانيه احيانا تتمشي تتبغي تقول هنا ساقوم بهجوم، داك الهجوم يرتد عليك. مثلا اعطي مثالا، مره في الكاميرون احد النواب تدخل تدخلا مجانيا متهجما على خصوصاً الوحدة الترابية، وما كانش السياق يعني يسمح بذلك. ففي العشية كان لقاء مع ممثل البوليساريو، في الراديو الكاميروني استضافه أحد المذيعين كرد فعل على ممارسة اسمه. إذا يجب هناك محاذير يجب الانتباه لها. السماع لانتظارات الآخر، مثلا في إفريقيا قد تسمع نقدا لشركة أو مؤسسة مغربية، ما تيقولوا لنا راه مثلا شي شركه يعني شي تعاطي ديالها مع الامور ماشي هو هذاك، او مؤسسه مثلا تنتقدوها تيطلبوا منك توصلوا الى اخره، ثم او تطرحوا الاشكاليات نتاع الهجره الى اخره. ثالثا، القراءه المستفيضه والقبليه لمعطيات البلد والبرلمان التي نتعامل معه، مكونات المشهد السياسي، العلاقه السياسيه والاقتصاديه مع المغرب، الموقف من القضيه، معلومات عن برلماني المجموعه، من هو ضد الوحدة الترابية ومن هو مع الوحدة الترابية. في الغالب هذه الوسائل يعني الإيضاحية التي ترسلها وزارة الخارجية لا يتم التعاطي معها من طرف النواب ب يعني الجدية المطلوبة، يعني تمشي حتى تماك عاد تتفاجئ ولا إذا تفاجأ. ثم تفعيل كل مجموعات الصداقة إن لم يتيسر باللقاء المباشر كما قلت فيتم عبر الوسائل. وما دامت قضية الصحراء المغربية تعرف مراكمة إيجابية للمكاسب التي ذكرت من قبل، وما دام المقترح المغربي يحظى بمزيد من التأييد باعتباره حلا سياسيا واقعيا عمليا، فإن التحدي هو الترويج الجيد لهذا المقترح باستثمار كافة الفضاءات الدبلوماسية المذكورة آنفا، وذلك من خلال خلق التعليلات يعني كغيري بريتكس المباشرة وغير مباشرة لمسط الموضوع والدفاع عنه. وأرى ذلك ممكنا من خلال تيمات ذات أهمية. اولا، تطور الجهويه بالمغرب. الجهويه بالمغرب تطورت كما تيقول ميشيل روسي، كاين جهويه لي تروازاج دو لا ريجوناليزاسيون، يعني سميتو يمكن البرلمان يهتم بهذا الموضوع بشكل كبير لكي يظهر يعني سميتو اهميه المقترح الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب. ثانيا، الحكم الذاتي على ضوء المعايير الدوليه. من بين البحوث الجيدة التي قرأت في هذا السياق بحث عرض لي ريكومونداسيون دو لانس اوتونومي او ريغارد دي ستاندار انترناسيونال. هاد لي ستاندار انترناسيونال كيفاش تيتصوروا المعايير نتاع الحكم الذاتي، وعندما يتم يعني اعتمادها نجد ان المقترح الذاتي الذي يقدمه المغرب اعطى اشياء لم تعطيها حتى هذه التوجيهات او نتاع لانس المشهوره نتاع هذه المجموعه من النواب او الخبراء اللي داروا واحد المعايير تتعلق بالحكم الذاتي. النقطه الثالثه في يعني المقترحات، تطور ملف الصحراء بالمنتدى الاممي، وقد اشار اخي نور الدين يعني سميتو واخا الوقت ما سمحلوش الى السيروره نتاع هذا التطور، وخاصه الحلول الاربعه او الخمسه دابا، الحلول استفتاء مخطط بيكر الاول والتقسيم وبيكر الثاني، ثم الحكم الذاتي. خاص يعني النائب البرلماني الذي يطلع بمهمه النيابه عن الامه ان يكون ضابطا لهذا السيروره نتاع الحلول المتعلقه بسميت، وهو موضوع يمكن اعتماده كموضوع من موضوعات الانشطه الاساسيه التي يجب تصريفها بطرق ذكيه عبر خلق مبادرات داخل البرنامج. حقوق الانسان والموارد الطبيعيه، وهنا سميتو باقي نعقل، كنا في البرلمان وثارت القضيه نتاع الصيد البحري، وكنا مضطرين اننا نطلعوا على الانتاج الذي قدمه الاستاذ جامع بالدار البيضاء عبد الله الوالي في الموضوع نتاع الصيد البحري، اللي تضمن اشياء من هذا القبيل اللي تحدث عليه الاستاذ قبل قليل بخصوص الصيد البحري. المخاطر، ثم موضوع اخر ايضا من المواضيع الاساسيه التي يمكن ان يثار في البرلمان، المخاطر الجيوسياسيه على المنطقه في حاله فشل المشروع المغربي. وكاين دراسات في هذا الاتجاه هذا اللي تتقول السيناريوهات التي يمكن ان تقع
قياس الخير، واش الحرب، واش السلم، واش الاستمرار في يعني في الوضعيه الحاليه المراوحه الى غير ذلك. المبادرات النوعيه التي يجب تطويرها من المبادرات التي تركنا في بنك اللجنه الخارجيه، واللي ديك الساعه ما تفعلتش بسبب قيل لنا حينها ان ما كاينش الامكانات الماديه لان هذا الشيء كبير. ملتقى رؤساء اللجان الخارجيه بافريقيا خلينا هذه الورقه هذه، وكانت دارت بتنسيق مع وزاره الخارجيه، والحمد لله يبدو ان اللجنه الحاليه دارت هذا النشاط هذا وهو امر مهم. مخاطر تقسيم على المنطقه طبعا من المواضيع الاساسيه، من اجل بناء اخر نقطه، من اجل بناء اقتدار حجاجي عن القضيه الوطنيه بالدبلوماسيه البرلمانيه، التكوين داخل الفروق والمجموعات. وانا اعتز بانتمائي لحزب العداله والتنميه، لان حزب العداله والتنميه كان مبادرا في البرلمان الى تكوين النوابه البرلمانيين سواء في اللغات او فيما يتعلق بالقضيه الوطنيه. والاساتذه الكرام لا خلفي ولا سي نور الدين واخرون كانوا يحضرون دائما، نستدعيهم لذلك. تفعيل مقترح لجنه الخارجيه المتعلق، واحد المقترح خلينا كاين دابا عندهم تماك، وللاسف حتى هو بتعله ان ما كاينش الامكانات، الشراكه التكوينيه مع الاكاديميه الدبلوماسيه تاع وزاره الخارجيه لصالح من؟ اولا هذوك اللي في الصف الاول وزنت اللي هما في لجنه الخارجيه اللي هما رؤساء اللجان تاع مجموعه الصداقه، خصهم يخضعوا لهذا التكوين هذا يعني الزاما ماشي تطوعا. وللاسف يعني سميتوا هذا الامر حتى هو ما كانش دار. تفعيل واحد المقترح ايضا خلينا في البرلمان، مقترح التعارف الدبلوماسي، كنا اقترحنا على واحد الورقه على السي المالكي الله يذكره بخير، اسبوع خاص لكل اسبوع خاص لبلد في شهرين او ثلاثه اشهر، هذاك يشمل معرضا خاصا بالبلد الضيف، لقاءات وموائد حول مواضيع اقتصاديه وسياسيه، وتم تدوز تجد التعله لكي تتحدث عما تريد ان تتحدث عنه. موائد حول مواضيع اقتصاديه وسياسيه، تعزيز القدرات الاداريه، تعزيز القدرات الاديريه للبرلمان. انا تنشوف ان كاين واحد الاخ تبارك الله من المهتمين بالقضيه الصحراويه في البرلمان، ولكن قسم العلاقات الدوليه خص تعزيزه بامكانات اكبر، باطر اكبر، لان ما يمكنش سميتو بديك القله نتاع الاطر، واحيانا تيكون الاختصاص ديالو في واحد المجال وما تكونش القضيه الوطنيه حاضره، ان يعطي الزخم المطلوب من البرلمان كما جاء في الخطاب الملكي. تهيئة بيبليوغرافيه تسلم للبرلمان فور التحاقه، نهار يحط الرجل ديالو في ذاك البرلمان كان فاهم ولا ما فاهمش، مقدي الخبر ولا ما مقديش، خالد ديه من الخبر، يتعطى هذاك الشيء تنشهدوا عليه، هاك سيدي ها البيبليوغرافيه هو سير بدل الجهد المطلوب لكي يسمي. لكن اخيرا البعد الغائب مجتمعيا شنو هو؟ كم هو يعني نسبة حضور القضية الوطنية بهذه التفاصيل التي أوجزنا يعني في المناهج الدراسية؟ دابا تيهضروا باغيين يديروا شي حاجة نتاع الفنون وكذا إلى آخره، هذا الموضوع هو الأولوية، أولوية الأولويات هي القضية الوطنية، كيف نصرفه بداغوجيا في اجتماعيات عبر الأدب والرواية؟ هنا مزيان نقول لكم بأن الإنتاجات نتاع الجبهة اللي هي جبهة شوية كوميشات البشر كبيرة بزاف في إسبانيا، في الأدب، في الرواية، في الشعر، واش عاقمة أرحامنا حنا ألا ننتج أدبا روائيا للصحراء؟ كاين ولكنه قليل 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 قليل. دور وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم يجب يعني ديك المبادرة اللي دار السي الخلفي والوزارة هذا المجتمع المدني والعلاقة مع البرلمان، يجب استمرار فيها يعني تدريب المجتمع المدني على البعد الترافعي من أجل القضية، ما خصش هذاك الشيء يحبس. إذا سميت هذه أمور أردت أن أثيرها في مداخلتي المتعلقة بالدبلوماسية البرلمانية وقضية الحكم الذاتي. شكرا لكم وعلى إصغائكم.